بعد جفاف عدد من الآبار التي استخدمها سكان مدينة الباب لفترة طويلة، ظهرت الحاجة لاستخراج المياه من مصادر جديدة، خاصة نتيجة قلة عدد الآبار المتاحة وكثرة الطلب عليها. بدورها قامت دائرة المياه التابعة للمجلس المحلي لمدينة الباب بالبحث في مناطق قرب المدينة لحفر آبار جديدة، وسرعان ما تم حفر بئرين خارج المدينة. صرنا هلا حافرين 7 جباب لصالح مجلس محلي في مدينة الباب، والحمد لله ميتنا كتير كويسة، وإن شاء الله بغذي مدينة الباب بالأكمل. تتم عملية نقل المياه من خارج المدينة إلى داخلها بواسطة صهاريج كبيرة، ليتم فيما بعد إفراغها في خزانات أنشأها المجلس في مناطق مختلفة من المدينة. سعة الخزان الواحد 2000 برميل يخدم جزءا من المدينة، سواء كان بتوزيعها عبر صهاريج صغيرة على المرافق العامة والشرائح المحتاجة، أو ببيعها لسكان المدينة. نحن سائقين سيارات مجلس مدينة الباب، عم نعبي من الخزان تبع في داخل المجلس المديني، منوزع على المدارس وللجوامع وللأهالي، منبيع للأهالي. في هذه الأيام يقوم المجلس المحلي بحفر وتجهيز 8 آبار جديدة في منطقة سوسيان التي تبعد عن مدينة الباب 14 كيلومتراً، إذ أعد دراسة لجلب المياه عبر أنابيب إلى الشبكة الرئيسية لتصل للأهالي دون صعوبات، في سعي من المجلس لتأمين المياه لسكان المدينة وتجنب حالات الجفاف.